ديال جيمس بوند عندي هنا ديم داكشي نتاع لافيراي اللي كيتلاحوا في السواق داكشي انا نعيط له انا غنعيط لبوتين انا نعيط لبوتين عرفتي بوتين انا نعيط له يتفيد في الضرب بيك بداك التليفون هذاك ديال رانكبل هذاك 1943 سعيد هذاك الشيء عرفتي هذا دابا ما ضربتش كيشوف الفلوس والله جاني تقول لي فين كتعيش نجي عندك والله تنجي عندك ود جاني انا ما قدرتش انا قلت لك ما قدرتش ندخلك عندي الدار ديالي انت اللي كتسب المالك ما يسمحليش نشرف نتعرف معاك انا اسمح لي قولك انا عند اضرف لوجه انا كنقول لكم حاجه وحده نهار اللي غادي تمرض الوالده ديالك ولا الوالد ديالك ما عتقش تعود للمغرب علاش على حاجه قلتيها ما عندك حتى دخل انا في المغرب بقات لي غير واحد الحماره جانيت والله الا كلشي راه في اوروبا اللي ما تمات خليني نكمل لك الهضره انت ما انت بوليزاريو ما انت جزائري انت ريفي واش هذا اللي قال لك احمد غادي يهزني في جوان ديال النيبرو هو ماشي دابا المغرب ولا القوه ديالي شوف انا راه فعليا انت ريفي ياك انا بدي انا مبني ورياغل انا مبني ورياغل هاني كيهضر معاك دابا ياك والله العظيم الله نقول لكم واحد النصيحه جيبوا اخطر عياش اللي عندكم في الميزان جيبوا ما يقدش يتغلب على المجاهد ديالنا الاخ سعيد البارسا سعيد صعيب عليكم صعيب جبتي له جانيتو المهرج ايوا صافي هذا صغير خصكم تجيبوا شي واحد مجاهد المهم كملوا الفيديو ما الاخ سعيد المجاهد ديالنا مسح به الارض بواحد الطريقه فنيه غير بالفن وكنحب بريافو كنحب الريف ولكن ما عزيزش عليا بنادم اللي كيدخل في الشبكات المشي ديالو شنو هو معليش جانيتو انا غير نسولك واش عندك شي حاجه مع سبور كدير شويه تاع الكيك بوكسين شي حاجه نتاع التيكواندو انا شوف انا اش ما نقولك شنو كاينه انا ملي كنوض الصباح اول حاجه كنبوس المالي كنعمل النشيد الوطني كنعمر كلاطه كنخرج قصر عباد الله هذا خدمه ديالي انا الكلاطه عندك الكلاطه جانيتو انا عندي خدمه ديالي بانتي هانتر شنو هو البانتي هانتر كتخلص كنمشي نجيبو لك بنادم دخل الفيديوهات ديال اليوتيوب ديالي غتفرج دابا غنخاف يخلصو كتجاني تجي عندي وتقلب على الدار ديالك ما تلقاهاش لا تينا اسهل واحد نلقاها صاحبي تينا لا والله العظيم انا نشوف حدات الناس 1600 الناس واش كتعيش في استراليا والله الا اوصل لوجين عندي نعرف والله شوف جاني تو انا قلت كنخدم معاك قلت لي واش عندك انا كنقلب عليك شوف كان وعدك غير حدا صاحبي احمد سلطان والله تندير شي دوره لاستراليا جانيت ما تقدرش ما ترجعش والله انا مريض فريق انت مريض وما ما ترجعش يا صاحبي انا كنقول لك الصراحه ما ترجعش ما ترجعش لبلادك هنا عاد فين غنجي غنقول لي فين عايش في استراليا وصافي ونجي نضرب شي دور قلت لك هذا باش انا كنقول لك انا عندي عليك كونترات بغيت نصفيها لك انت غتجي عندي مي جبتي هذه فين عندك معلومات عليا عندي معلومات عليك في بارت نتينا وحسن مطار هادو كلهم بجوج بهم عندي واخا قول لي فين عايش انا فين عايشه جانيتو انا كنقول لك في اللايف هادشي هذا ما كيتقالش في اللايف انا هضرت معاك بغيتي تدخل صوابك مرحبا غنقدروا نهضروا مع سيدنا يسمح لك بغيتي تبقى ماشي بالطريقه هذه راك غتجيبها بالضلوعك يعني دابا انت يا صيفطوك باش انا نتصالح مع الملك لا ماشي تصالح مع الملك كبير عليك الملك خصك انت طلب السماحة من المغرب كامل ومن جلالة الملك عليك الكلمة أنا وكان أنا وكان يطيح فيا واحد السادس والله شوف والله ما تقدر عليه سمعني أنت كتعرفتي تهضر راه بإمكانك تنتقد أي واحد ولكن ما كتعرفتي تهضر الكلام راه عنده الموضع ديالو عييت ما نعلم فيه والو أنت كتسب الملك وبغيتي تدخل الملك أسعد البلاد تجي عندي أنا تجي عندي قسما بالله ما ترجع واش انا عامل عليك دوسي في برشلونه سانتا كولوما باقا تقول لي تينا تهضر لي على اجين عندي شحال من بيك انا هنايا وانا الدار ديالي كامله في الدار ديالي هو ما ساكنش في برشلونه ساكن في خيرونا يا ودي باش محزم امير المؤمنين اشوف الاخوان باش محزم محمد ستة اشوف باش محزم النظام العلوي شوف 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 أمس
أم حزم غير بالسكيرية والجناكة والهبال؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أما في ما كان غيجيبوا الدراري، حنا عندنا أسبوع تما طنجة وراه رجع في باغي بوند وشنو في بلونفاي ميساج وش في لابي أما لا بي ليج صافا. حنا الدراري ديالنا كاين المغاربة تما مع ملائكة الموت، كاينة كاينة في إسبانيا خاي طارق، كاينة الدراري المغاربة وكاين الريافة فعندهم مواطن. عرفت تسحب المواطن يا جانيتو؟ أنا مريم ما شكلتش في إسبانيا جانيتو. شوف دابا قلنا حنا عطاوك المعلومات، عطاوك المعلومات غالطه جانيتو. فيما كنتي في هولندا تينا اللي في هولندا؟ لا لا انا نعطيك، انا نعطيك شو جانيتو. انا كنسكن في بلجيكا في لياج، واحد الحومه معروفه سميتها بريسو 4000 فا. كي تجي تما جانيتو بلا ما تجي انا نجي لاستراليا جانيتو. والله حنا ما غاتعرفناش نهار يعني من العمليه ديالنا، حتى غايسمعوا المغاربه في الخبر بان حسن مطارو وسعيد برشلونه قتلوهم صافي. صافي احمد. شوف احمد ادير التصويره ديالي والتصويره ديالي وكتب من تحت كلشي موجود مع سعيد برشلونه. كلشي موجود حنا، حنا ما حنا ماشي ناعسين. نو ما كنعسوش حنا. انا شحال انا تابع كنتفرج فيك كتسنى ديك لو مومون اللي غنطيحك فيه. وجاب الله سيمو بيلا. شوف اقسم كان راه معك القلب ديالي. عندك المعرفه مع هاد واخا حنا ما كنلعبوش. انا راه الفعاليه والله العظيم دوار العجب داير معاك مزيان، جانيتو دايرين معاك مزيان. او انا هو العدو ديالو. غتخسر والو، غتطلع غادي تقول الله يسمح لنا. وما كتعرفش منين كتاكل. واش عيش حياتك واش دابا انت واش انت واش غيرتي شي حاجه؟ يلا سعيد غيرتي شي حاجه في المغرب؟ يلا جاوبنا على هذا السؤال هذا. شنو غيرتي في المغرب؟ يلا جانيتو عندك نعم سيدي، عندك العصابه، عندك السلاح، عندك التطوير. انا كنهضر عليك انت، ماذا غيرت بهذا الكلام ديالك؟ شحال عندك الناس تابعينك؟ ها؟ ما عليكش شكون اللي تابعك وماذا غيرت في هذا الشيء هذا؟ انت راك تابعني في حياتي كاع. انا تابعك بعيني باش نطيحك، ماشي تابعك باش كتسمع لك انا. جانيتو مع الشباب، ديتي مع الشباب والله الا شوف الشباب ديال المغرب تيقول لك واحد الحاجه الخوا ديالي. اسمع اسمع والله الا وجهك وجهك والله العظيم ما تقتل حتى الدجاجه ودا جانيت. والله العظيم الا قاتل اربعه ديال الارواح وضرب ثلاث سنين في الطايره وصلاتهم عند الحبس وريك تصور اربعه ديال الارواح. قتلت شي مراه شارفه في عمرها 90 عام على شي 4000 ريال والله طلعت حتى ولا خدات صعبه. اسمح لي انا كنهضر معك على التجربه ديالي. صح قلت لك عندنا. شوف عندنا كمل خويا جانيتو. العمليه الصعبه هو قتل الطراق الزيت، والعمليه الصعبه هو قتل الناموس. تفضل جانيتو. تفضل جانيتو. جبتي شوف راه باش تعرف راه بهاد الساعات كطيح في شي بنادم ما كتبقاش يعرف شكون. ها هو حنا شتي حنا فين كاينه؟ كاينه في كوتو الشيوم. ها ما فكرك كاين حتى في هولندا كاين في بلجيكا. باتشينو يا جدك خطارة. شات اب يلا يحفظك اخي احمد. هضر معاك. سمعتيني ياك؟ انا هضرت معاك. من الاحسن زول داكشي اللي عملت اللي عملتي انت وهذاك الاخر كاملين بكم، وطلبوا السماحه من الملك وعاودوا المغرب ديالكم كيشهدوا عملوا الجوطيه في الريف الا بغيتوا، ولكن الطريقه اللي كتصدر بها راه غادي تخرج على راسك. نقولها لك هنايا صراحه، غتبقى ماشي هايده شي نهار غيضربك شي واحد ما تعرفها مين جاتك. دابا شوف انا نقول لك جانيت واحد الحاجه مهمه واسمع لي هذه وبغيتك تجاوبني. دابا لنفترض كاع حنا غيتغتال البارسا، واش تغي ما غيخرجوش بارسا اخرين؟ راه عرفتي باش غادي يكون عبر الاخرين. لا فحال اللي عملوا الامقران ام قران واللي كانوا معاه، علاش قتلهم؟ لانهم خانوا الوطن. فهمتيني؟ دابا هاد سعيد ماشي هذا هو المضمون. ماشي هذا هو المضمون ديال الرساله ديالي. انا كنقول لك مثلا دابا الناس اللي اليوم اللي كتحتج، واش كتحتج هكاك ولا كاين دوافع واسباب اللي كتخليها تهضر؟ دابا الناس اللي كينتقدوا الملكيه وكينتقدوا المؤسسات وكينتقدوا الفساد، واش كتشوف بان الحل هو ان اللي غينتقد غنسجنوه واللي غينتقد غنقتلوه، او اننا خاصنا نسمعوا اش كيقولوا ونستجبوا لداكشي اللي كيقولوه، وباش ما يبقاش يخرج سعيد اخر ويخرج زفزافي اخر ويخرج اسامه اخر ويخرج
زفزافي آخر. شوف الدفاع على حرية التعبير والدفاع على راسك انت كاين قوانين ما يمكن لك تنتقد اي واحد. انتقاد بناء كلام في محله ماشي غادي تموت انت وتبقى تجيب تورد الملك وتدير له العكار تقول انا كندافع على الوطنيه ديالي ولا كدافع على فهمتيني كتدافع على شي حاجه ديالك راه ما كايناش. بالمهال كيتكلبوا دنجال عندك شي مشكله مرحبا بك تفضل سيدي هود المغرب وكتب البران الناس وكذا وهضر ولكن انت تصافح مرتزقا وتصافحك راغلا اليوم كونترا البلاد. هذا لا يعقل اننا غنتفقوا معاكم حنا مي كنهضر معاكم راه كنهضر معاكم تلقائيا وما كاين لا تهديد لا والو باقي ما وصلش التهديد لحد الان لحد الان مازال ما تكينا على البوطون مازال ما البوطون ما تكيناش عليه. انا مازال راسي انا درت معاك انا براسك شغلك هذاك انا معاك انت واحد الولد نقي. انا قلت لك راه المشكل باغي نخدم معاك باغي نخدم معاك قلتي لي الشرط ديالي باش نخدم معاه قال لي خاصك تكون قتلتي. قلت له انت راه قتلت شي فيرا مشى صافي جانيتو لا غيرجع قتلت شي فيرا قتلت